في العالم الافتراضي اللي بنعيشه دلوقتي بقى من السهل جداً إنك تتواصل مع العالم حواليك وتوصل لأي حاجة أنت عايزها عن طريق الموبايل. الموبايل بقى جزء كبير جداً من حياتنا، وبقت حياتنا كلها مبنية عليه. الحاجات اللي بنحبها، الأماكن اللي بنروحها، حتى صورنا وصور عائلتنا وصحابنا، وطبعاً معلومات خاصة بينا زي حياتنا الشخصية وشغلنا، وبتوصل كمان لمعلومات لها علاقة بأرقام سرية لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الكريدت كاردز. ومع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا حواليك، الموبايل ما بقاش بس مجرد جهاز معاك، ده بقى من الآخر كده الهارد المتحرك بتاعك اللي يعرفك أكتر من أي حد تاني. وعشان احنا عارفين مدى خطورة ان بياناتك تقع في ايد الشخص الغلط، عملنا لك في ايسات انتي فيروس اوبشن اسمه ايسات انتي ثفت، اللي من خلاله لو موبايلك ضاع او اتسرق تقدر تحدد بكل سهولة موقعه لايف حتى مع الحركة من مكان لمكان. وحتى لو موبايلك اتقفل، ايسات تقدر تحدد موقعه بسهولة لمدة 14 يوم. وعشان نأمن بياناتك بالكامل، كل زراير الموبايل بيتعمل لها تاتش لوك، فبيبقى استحالة ان اي حد يشوف بياناتك او ينقلها لو اتسرق. ولو ده حصل، بتاخد الكاميرا الأمامية والخلفية صور تلقائية كل 10 دقايق وبتتبعت لك على حسابك الشخصي على إيسات، وبكده بنساعدك إنك تتعرف أكتر على المكان والشخص اللي سرق موبايلك. وفي حالة إنك عندك نسخة تانية من البيانات اللي على موبايلك، عندك برضو أوبشن إنك تقدر بسهولة تمسح كل بياناتك اللي على موبايلك عن بعد، حتى لو كانت على الميموري كارد. حمل دلوقتي برنامج إيسات على موبايلك واللابتوب بتاعك واحمي بياناتك من السرقة أو الضياع. ESAT. Enjoy safer technology.